جانب ام تي في، واكيد خلصنا من جاست واجا جاست تنين. رح ننتقل على غير جو، على غير دومان او على غير موضوع من السبجكت من الجاست. رح ننتقل على الموسيقى، ورح ننتقل على باندات لبنانيه قدروا يوصلوا لمحلات بعيده ويرفعوا اذا بدك راس لبنان بالموسيقى، وتحديدا بالهافي ماتل بلاك يوم الباند. لكل اللي ما بيعرفها رح تعرف عليها اكثر اليوم، ولكل اللي بيعرفها رح تفاجئهم الخبريه رح نخبرهم عنها اليوم ورح ينبسطون اكثر. اهلا وسهلا فيكم اللي مصور وراني بطيخ ب ام تي في. هاي ثانك يو. Rani, for the record, is my neighbor. Really? Bad in the years ago, what I can know. And he's now the bassist of Black Hume. Black Hume band. I think Tirati, صح؟ مظبوط. نحكي عن باند انت كان عمرك صغير فيه. كيف صرت هلا معهم؟ Black Hume was formed in 1995. Basim Daibas, so good vocalist, هو اللي أسس الباند. داينت من 95 ل 2001، بعدين بال 2007 رجع باسم كون الباند، هي ريفورم ذا باند عن جديد. اوكي. وانا اي جويند. اوكي. وبعنا ماشيين من وقتها لهلا. مين اذر ممبرز كمان الاجندا؟ عبد الرامز في جاد فيتروني وجيتارست ربيع دايبس. اوكي، سو بيسكلي بعدكم على الستايل العتيق تبع بلاك يون؟ لا، الستايل القديم اللي بلشوا فيه بلاك يون هو دوم ميتال. نحن هلا وير هيفي ثراش ميتال باند. اوكي، تشبه باند اذا فينا نقول مثل فينا نقول اتس ا ميكستشر اوف ايرون ميدن اند ميجاديث. اوكي، فيري نايس. يعني شوي سيمفوني شوي مور بامبينج اون ذا درمز. يس. سو بنحكي عن هيك دايناميك بيرفورمنسز يعني بتعطون. شو صرتوا لحديت هلا من 2007 لحديت هلا اكومبلشت يعني؟ أول شيء نزلنا ألبوم هالسنة بال 2012 اسمه Lord of the Night. Okay. And we're the first metal band to ever tour Lebanon. Okay. We did tour Lebanon ب 2012. 2012. وعم نحكي كله originals. راني بنعرف راني أنت أيمتى انضميت لإلهم؟ راني هو. باردون إلي سوري. حسيته ضاع. طلع. نو أنا فت مع الباند بلشت أشتغل معهم بأول January before the release of the album or على الأد يعني. What were the changes؟ شو قدرت تغير بالباند كمانجر؟ Okay, the band already can handle their music side. Kano align fi perfectly. Kano basically one of the few Lebanese metal bands yalli hadrin anno yamlo big hit barra Lebanon. Wana yani my work kello barra w safar w hike fataraft ala artist baddun hada min Middle East to introduce the Middle Eastern music. Yeah. And if they went from releasing an album to hala a tour, a European tour with... Where are you going to tour? Starting from Turkey, okay. Istanbul, followed by Ukraine, okay. Slovenia, Slovakia and Poland. Wow, yeah. Wow. By Poland as well, I'm leading a press conference, a huge press conference with the band, and we know about the Lebanese scene and the music scene in Lebanon. So. شو رح تعرفون؟ كيف رح تقولوا لهم؟ كيف هيك الماس بتتقبل الهيفي ميتال ميوزك؟ كيف رح تفرجون صورة لبنان يمكن أكثر برا؟ بيسكلي بلبنان نحن ذا أونلي كونتري هلا بالميدل إيست يلي وي ألاو فيك تلعبي ميوزك ميتال عادي، هلا بتضلك يو جيت أتاكت هون وهون بس أنا إيفينشولي إتس ميوزك إن ذا إند وير نوت دوينغ إنيثينغ رونغ. إذا فيها شوي ديستورشن أما جراولينغ بالفوكال لا بس اي جست قدمنا شوي يعني هي كانت فكره قديمه هلا شوي شوي عم نتقبلها اكثر واكثر اكزاكتلي هلا شوي المجتمع عم بيتقبل هذا الشيء لانه عم بيجي فنانين من برا روكرز وميتال باندز من برا سو صارت شوي مقبولة شنو وذ انتنتيشن مش من فترة اكزاكتلي كنتوا اكيد بريليانت شو بريليانت شو طيب فينا نشوف بس ناخذ فكره عن نوع الموسيقى تبعهم نسمعهم شوي اكيد ليش يلا خلينا نسمع
بتشوف شيء كثير كبير مثل ما قلت لي هلا في كان في 1000 شخص بلبنان بالكاسليك مزبوط هولي ون اوف ذا يعني سمولست كونسرتس بيصيروا قبل هلا كان اكثر بكثير يجي عالم هلا شوي خفيت شو اسمه بلبنان عم بحكي ليه ليه لانه وي هاف ا نيو جينيريشن هلا الاولد جينيريشن واز بيجر اتس ا بيت الكترونيك اذا بدك اكزاكتلي بيبل دريفتد شوي ل اذر اندر جراوند اند كوميرشال ميوزك منهم داب ستيب وبريك كور يعني ات واز كول تو بي ا ميتال هيد اكزاكتلي اي واز ميتال هلا اتس كول تو بي اندر جراوند اف يو ار ان اندر جراوند يو ار اي دونت لايك داب ستيب بس نو ام ان اندر جراوند انا اي دونت مايند الكترونيك ميوزك اوكي اي جو تو ايفنتس اي كفر ايفنتس كل شيء بس تسمعني الميوزك از تو انجوي ات انت ذس از يور اكزاكتلي وكفيتوا عليها يعني ما قلتوا انه اوكي يو دينت سيل اوت يعني هلا اذا بدك ميتال از از ا ترو فورم اوف ارت انا هيك بشوفها مشان هيك يمكن كيف تلاقيها ترو فورم اوف ارت حابب اعرف انا okay. كيف تلاقيها يعني انا كثير بحسها سنسير بحسها okay. كثير قريبه للفانز وللميوزيشنز واذا ميوزيشن خصوصا عم بدق ميتال دائما هيز لوكينج فور تقدم is looking for evolving in the style and not مش انه ينتقل لستايل ثاني طيب بس كلنا نعرف انه the heavy metal يعني your style of music it's like نعرف انه كل ميوزك عندها يمكن feeling تبعها واحساسها شيء طبيعي مثل كل انواع الارت في انواع ميوزك بيكونوا chill out يمكن the normal feelings بس نعرف انه the heavy metal بده الفيلينج You know what I mean? يعني the angry feeling yeah. all the time. Can you have it all the time? And do you think إنه مش كل العالم يمكن بيقدروا يأدوا هيك نوع موسيقى بده يكون واحد يمكن بكاركتره هيدا الشيء؟ لكن heavy metal music always كانت عم بت it presents reality. يعني الوضع المجتمع اللي نحن عايشين فيه بتصور من 40 سنة لهلا من وقت ما بلشت المتل المجتمعات بالعالم عم ترجع لورا ما عم تتقدم صح سو نحن دائما عم نجرب نفرجي الصورة الحقيقية تبع المجتمع مش الصورة اللي بيخلقوا لك اياها اللي بيخلقوها او الموزايك مضبوط هاد هي سو ما بتصور كثير صعبة حدا يقدر يفرجي الصورة الحقيقية بالعكس هي صعبة واحد يفرجي الصورة بالعكس يألف كذبة عن هالصورة سو بلاك يوم راح يكونوا الى جانب باندز كثير كبيره بتشوفنا ما حكينا مزبوط. حكينا وين راح يكونوا بس ما حكينا مع مين يو غانا اوبن فور ا بيج باندز اوريدي اوبننج فور ا بيج باند يعني شيء كثير مهم لمين سوت بيسكلي هذا اخر كونس يعني التور لما صارت كنت انا ان ماي هيد انه اتس غانا بي كلابس بيوروبا هذا سمول كلابس apparently Tlana be one of the biggest festivals be in Europe oh, wow. with bands like Korn Testament wow. Machine Head our idols يعني ربينا عليهم no way I would never think انه كنت بحياتي باند اما والكونتاكت اللي صار معك مع مين صار مع المانجمنت تبع هيدي التور او صار معك دغري كونتاكت مع مثلا مع كورن مع ماشين هاد نو 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 مع الباندز يو كانت ما فيك يو كانت كونتاكت ذا باند يو كونتاكت ذا بروموترز والاورجنايزرز هونيك بكل بلد فرجيتون كوبيز اوف ذا كونسرتس عم يصيروا لبنان حتى كمان اتس فيري هارد تو بوك لبنيز باند برا ليش؟ لانه يور لبنيز ان ذا اند فيزاز للممبرز بلا ما نحكي عن هالموضوع لانه احسن ما نعمل البوم جديد بس لهيدا We're traveling Monday. Yesterday, we had our last visa here in Ukraine. تخيل مقدمين عليها صرنا فترة. طب خلينا نسمع بعد نشوف بعد كمان شوري لكم ومن بعدها بنكمل في عندك كثير أسئلة بعد. عم شوف different kind من اللي سمعناه أول شيء صوته كتير حلو نرجع نذكر باسمه باسم دايبس باسم دايبس ورجعنا عرفنا كمان نحن صرنا فترة بتمثيل كل سنة بنحكي عن باتل اوف ذا باند اللي بتصير بلبنان اللي هي باتل أو كومبيتيشن باند باندات لبنانية خبرونا أنتوا ربحتوا بلبنان وشاركتوا بباتل اوف ذا باند برا انترناشونالي شو ربحتوا؟ نحن ربحنا بلبنان كنت بلبنان أخذ شوي طابع متل أكثر خبرية بس لما رحنا لهونيك كان في 35 بلد
منهم بلدان الكبار مثل امريكا وانجلند وفرنسا والمانيا، وكنا ذا اونلي ميتال باند، مش بس ذا اونلي ميتال ايسترن باند، ذا اونلي ميتال باند. اند وكان في تو راوندز، كان في سيمي فاينل كان في فاينل، ارتحلنا من سيمي فاينل للفاينلز. في اسالك سؤال هيك بقاله عازم، بس How do you hike battle against the band؟ توقفوا بوش بعض؟ لا كل واحد بيطلع. بصيروا تعملوا نوتس، بصير النوتس يقوصوا على التاني. لا لا لا، it's في جوري. اوكي. اوكي. مثل حيلا. بيطلعوا باي تورن يعني الباندز. سو باي سيمي فاينل كنت قطشتك على حديثك. لا سبق. على الفاينل وصلنا طلعنا 6th وورلد وايد. Which is great. We were the only metal band هناك حتى بكل الكومبيتيشن. يعني معروف جلوبال باتل اوف ذا باندز از ا بيت مينستريم، يعني فور مينستريم ارتست، فور الترناتيف، فور بوب ارتست، فولك. So it's a big achievement for a metal band انه توصل لهالك. طب يعني عندي هالشيء، انتم كباند انتم رحتوا قررتوا انكم تبنوا التور تبعكم، كيف مين دعمكم؟ كيف قدرتوا؟ اول شيء كثير كثير تعذبنا بشكل مخيف بهالتو مانس لنجيب فيزا ولنجيب تيكت طيارات. نحن وير بينج فور اور تور، كمان ما حدا عم بيدعمنا بشيء، بس لاست مانث اجينا دعم كثير كبير. يعني اي ثانك ذيم من كل قلبي لمينستري اوف كلتشر هون وزاره الثقافه. واو. يلي تابعونا بشكل مخيف، مستر جابي ليون وزير ومستشار، وخصوصا اسيستنت امل منصور اللي هي نوجه لهم تحيه عن جد، بيج بيج ثانك فور ذيم. و من جمعة هذيك last week we lost hope انه ما حنروح بقى على التور، لانه financially كنا خلص متضايقين شوي، عم نموت يعني. Okay. Until Turkish Airlines came and sponsored. Yes. Wow. Sponsored. Wow. Us last minute. ومن وراهم يعني we thank them بقوة كمان، من وراهم رايحين finally on the tour. Nice. And procedures تبع الفيزاز يعني I swear اخذت معنا 2 مانس كل يوم. يلا عن جد عن جد بدنا البوم بالنسبه انا هون عن جد اي ود جوينت تو هاف كيف تجوا مع البوم نيكست تايم. يعني ذس از نوت اكسبتبل اني مور. اوف كورس لكن ما حابين لكم عن جد. بس رشاد كيف بدها بعد تعرف شغله؟ الفولورز تبعكم فيهم نشوفوكم فيسبوك ويب سايت؟ يا وي هاف blackium.com اتس اوفيشال ويب سايت. وي هاف اون فيسبوك facebook.com/blackium اند اون يوتيوب اف ذي وونت تو تشيك. بس هاو دو وي سبيل blackium؟ BLAKYUM. Okay, BLAKYUM. Yeah. Okay, thank you so much, guys. And the best of luck. Keep on updating us. وقت ترجعوا من التور جيبوا لنا صور وستوريز من الكونسرت وبنحكي عنهم. أكيد the best of luck. We're proud إنه يكون عندنا باند لبنانية عم بتوصل لهيك محلة. نحن هلا رح ننتقل لبريك صغير فيليب، ومن بعد البريك رح نكمل حلقتنا، فخليكم معنا.